صح الوالدين انه يتحاوروا مع اولادهم، ما تشوفش انه انت راه كبير ولدك صغير ما عندوش دروا انه انت تناقش معاه، لا سيبيان انك تتحاور مع وليدك تناقش معاه، تعرف شخصيته وتعرف طموحه اهدافه احلامه. هادو من ابرز الحاجات اللي لازم على كل الوالدين ان يقوموا بها. كذلك انه لازم ينظموا برامج للخط للعطله الصيفيه، لازم تكون عنده خطه باش العطله الصيفيه هذه يستغلها استغلال جيد. علاش؟ باسكو الوقت الفراغ هو اللي يخلي الطفل يخرج المكبوتات تاعو، يروح للشهوات تاعو والرغبات تاعو، كي ما يستغلهاش بصفه جيده راح تعاود تولي عندها اثر سلبيه عليه. الحاجه الاولى لازم على الوالدين انه يدفعوا وليدهم انه ينشا يبتكر حاجه جديده اللي تلهيه وتخليه يستمتع بالعطله هذه. كذلك انه يدخل يدير مخيم صيفي، يدخلوا وليدهم في المخيم الصيفي يتعرف منها على اصدقاء جدد، يخرج من المحيط تاعو يروح يكون صداقات جديده. كذلك انه يتعلموا الاشغال اليدويه، هي حاجه مليحه، يتعلم حاجه حرفه، يدخلوهم في الدورات التدريبيه لتعلم تاع اللغات، حفظ القران، علاش لا عندها اهداف تعليميه كبيره. كذلك يدخلوا سبور، الرياضه عندها 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 ان غوتور بوزيتيف على العقل تاعنا والجسم، راح تهدئ العقل وراح تخلي الجسم تاعنا يكتسب مناعه. كذلك السباحه ثاني مليحه، منها يشاركوا كذلك في النوادي التعليميه، منها يقرا الكتب قصص، هذوك راح يرجعوا بالمنفعه على المراهق هذا، ويشوف باللي العطله الصيفيه تاعو استغلها على نحو انه خلاته هذه العطله هذه يخرج بها نتائج جيده، ماشي قاعد في الدار يستعمل الانترنت كيما نقولوا يستعمل الانترنت الاستعمال الخاطئ او السلبي اللي عنده نتائج سلبيه. وتبقى الرعايه والمبنيه على الاهتمام وتفهم الاحتياجات خصوصا النفسيه والعاطفيه.